قوله عز وجل عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. فقوله براء أي بريء مأخوذ من التبرؤ، فإبراهيم عليه الصلاة والسلام قد تبرأ من أبيه وقومه، وهذا هو مقتضى الإيمان. قال تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. الآية. ثم قال: فإنه سيهدين. والهداية منه جل وعلا تكون هداية توفيق وإلهام. قال عز وجل: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. وتكون هداية بيان وإرشاد وتوضيح. قال تعالى: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. فلو هداهم هداية التوفيق لما استحبوا العمى على الهدى، فدل على أن الهداية المذكورة هنا هي هداية البيان والإرشاد والتوضيح. وهناك هداية منه جل وعلا لعموم الخلق من الإنس والجن وسائر المخلوقات. قال: فمن ربكما يا موسى؟ قال: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. ثم قال: وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. وبهذه الآية يتم المعنى. قال: وجعلها، ما هي؟ الضمير يعود إلى كلمة التوحيد. وجعلها كلمة، المراد من هذه الكلمة كلمة التوحيد. قال: وجعلها كلمة، ما هي هذه الكلمة؟ هي كلمة التوحيد وما تضمنته هذه الكلمة من معاني. وجعلها كلمة باقية في عقبه، يعني في ذريته، فالذرية والسلالة يطلق عليها عقب. ثم قال: لعلهم يرجعون. من؟ ذريته وما يتسلل منها. ولذا بقي دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام في قريش، فالملة الحنيفية موجودة آثارها وبقية منها إلى عهد قريش. فقوله: وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون، يستفاد من هذا أن على الأب أن ينشئ أبناءه على التوحيد وأن يوصي بذلك حتى عند موته، كما فعل إبراهيم عليه الصلاة والسلام ويعقوب.